السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة سودانية 24، محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة زي ما عودناكم دائما. إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. حلقتنا لليلة حلقة خفيفة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. أنا قلت مبارح إن شاء الله هستغل لكم الليلة طريقة اللانشون البيتي تبع الدجاج، وكمان هشتغل معاه بيتزا البيض، وآخر حاجة حيكون معنا آيس كريم باسكن روبنز. مع بعض خلينا نمشي نشوف طريقة اللانشون ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا للانشون، لانشون الدجاج. بما انه قلنا لانشون دجاج يعني مكوننا هنا حيكون فيه الدجاج. انا اشتغلته بافخاد او دبابيس الدجاج، ممكن تشتغليها باي نوع ثاني او ممكن تشتغليها بدجاجه كامله او نص دجاجه زي ما انت حابه. المهم هنعمل شنو؟ هنجيب معانا الدجاجة دي وهنغسلها كويس خالص زي ما بنقول دائما بالموية، والموية بتكون فيها خل وملح وسكر. بعد كده هنركبه كأنك عايزة تركبي معك شوربة عادية جدا. هنخد فيها بصلة مقطعة لأربع مكعبات، وكمان هنخد فيها جزر، جزرة جزرتين زي ما انت حابة. بعد كده ورق اللورة أو ورق الغار، الهبهان، القرفة، كل البهارات الصحيحة دي هتخطيها معاكي في الحلة. هنخط له حاجة بسيطة من الملح، وكمان هنخط معانا رشة من الفلفل. هأكتفي بكده، ما هاخد فيها أي نوع من أنواع البهارات تاني. هخليه طبعا لحد ما يتسلق ولحد ما ينجض معانا تماما. بعد كده هناخده هنقوم نصفي شوربته، هنخليها على جنبها، هنشوف إحنا هنعمل فيه الشوربة دي شنو. وبعد كده هنجيب معانا اللي هو الدجاج اللي إحنا سلقناه. هنا شايفين معايا الجزرة زي ما هي، ومعايا كمان برضو البصل. هأخذ الدجاج ده هاشيل منه العظم هنا، هنخلي منه العظم نهائيا. ممكن تشتغليها بصدور دجاج برضو مخلية من العظم. بعد كده هنجيب معانا الكبة، هنخد فيها كل الحاجات دي هنا. بعد ما أخذنا معانا كده قلنا هنشيله، هنطلع منه العظم. طبعا كمان هتشيلي ورق اللورة والبهارات الصحيحة برضو هتشيليها على جنبها. من غير ما تفتفتيها بس هتشيلي انه العظم بالطريقة دي. بعد كده هنعمل شنو؟ قلنا هنجيب معانا هنا كبتنا، هنا هنجيب معانا الكبة، هنخد معانا الدجاج اللي احنا عملناه ده مع الجزر ومع البصل. تمام. بعد كده طبعا شوربة، الشوربة هي لسه ساخنة هنا معانا. هناخد المكون اللي حيخلي بعدين معانا اللانشون او المرتديلا دي متماسكة. المكون ده هو شنو؟ هو الجيلاتين. الجيلاتين الحلال طبعا هناخده 3-4 ملاعق على الشوربة أو كوباية من الشوربة هنا، وحنفضل نحركه كده
خليني أجيب معايا المضرب. هنفضل نحركه كويس خالص طبعاً. لازم تكون معانا الشوربة دافية، ما تكون معانا باردة خالص علشان يدوب فيها كويس الجيلاتين. بعد كده هنعمل شنو؟ هيكون معانا البهارات المتوفرة معاكي، أو إذا كان متوفر معاكي بهارات الدجاج هنخط منه على طول. وكمان معانا هنا، دي هنا معايا مجموعة من البهارات. عندنا ملعقة صغيرة من كل نوع بهار، أو رشة من كل نوع بهار. فأنا كمان هنا معايا الزعتر، هيدينا نكهة جميلة. وعندنا كمان ثوم البودرة. طبعا هنا معروف اللانشون البيتي ببهاراته. عندنا قلنا ملعقة صغيرة من الزعتر، ملعقة صغيرة من ثوم البودرة، وملعقة صغيرة من بصل البودرة. وعندنا كمان البابريكا والملح. وعندنا كمان قلنا هنا الكاري، وكمان معانا الزنجبيل البودرة. وعندنا هنا بهارات الدجاج، وممكن كمان الكزبرة. بعد كده قلنا هنحركه هنا كويس خالص مع الجيلاتين. الجيلاتين هو اللي حيخلي القوام هنا معانا متماسك. في طبعا لانشون للناس النباتيين بدون اي لحوم، ده احنا ممكن نشتغله. بعد كده المكون الاساسي بيكون فيه البيض، وبيكون فيه الدقيق، ده الربط اللي حيعمل لنا للي بدون لحوم. بعد كده عندنا مكون، ده اختياري، اذا كنت حابه ممكن تعمليه وممكن تستغني عنه، اللي هو لون الطعام. لون الطعام الاحمر عشان يدينا اللون اللي احنا بنشوفه برا. يعني كنت حابة إنه يكون بدون لون طبيعي كده، ممكن تكتفي به على طول، ما تخطي معاكي لون الطعام. كان متوفر معاكي البنجر ممكن ناخده عصيره ونخطه هنا بديل للون الطعام ده. هناخده كده ملعقة صغيرة كده منه. طبعا هو لون طبيعي معروف، ألوان غذائية للأطعمة. هناخده هنخطه هنا معانا برضو في شوربتنا. بعد كده هناخد هنا معانا الشوربة دي وهنخطه معانا هنا في الكبة. بسم الله. هنوقف كده هنا وهنمشي نخلط معانا مكوناتنا دي. طبعا هنفرمه معانا ناعم لازم. بعد ما فرمناه وهنا معانا هنشوف القوام اللي احنا توصلنا له. بسم الله. هنشوف هنا معانا قوامنا. شايفين ده هنا؟ طبعا انا هكتفي على حسب طبعا كمية الدجاج اللي انت هتشتغليه. ده هنا معايا القوام، عايزة تفرميه أكتر من كده برضو ممكن. ده القوام هنا معايا. أنا هنا عندي إضافة اختيارية اللي هو الزيتون،
او كان متوفر معاكي اللي هو الفلفل الحب، الفلفل الحب الصحيح كان متوفر ممكن تشتغليه على طول. هنا معانا خلطناه، ودي حاجة اختيارية طبعا، لا هنحتاج معانا لا نار ولا اي حاجة بعد كده، يعني لا فرن ولا نار، على طول على الثلاجة. بس هنعمل شنو عشان ناخد معانا الشكل الاسطواني او شكل المرتدلة اللي احنا عارفينه برا؟ ممكن تجيبي معاكي اي علبة بلاستيك تكون على شكل الاسطوانة، فتقومي انت تخطي فيها على طول، او حتى صحون التشيز كيك الصغيرة برضو ممكن. فانا هنا ممكن حتى كمان كباب العصير دي البلاستيكية برضو ممكن نستخدمها. بسم الله هنبدأ ننزل هنا عليه الخليط. طبعا قلنا القالب زي ما انت حابة هتخطي فيه على طول، هتغلي فيه بعد كده بكيس نايلون. هنا شايفين هو بعد كده هنجيب معانا كيس النايلون وحنغطيه كويس خالص. هنقوم نعمل شنو؟ هندخله معانا الثلاجة ليلة كاملة، ما حتمشي جنبه تاني نهائيا. هتدخليه معاك الثلاجة مدة ليلة، هنخليه تاني يوم بعد كده هتشوفيه بقى معاك متماسك وبالشكل اللي انت حابة. ده كان معانا كده اللانشون حقنا. انا ممكن كمان هنا نشوف شكله بعد ما يجمد معانا. انا طبعا هنا جبت معايا علبة العلب بتاعت المشروبات الغازية، شلت الجزء اللي فوق خطيته بنفس الطريقة. شايفين هنا قلنا بعد ما نخطه هنغلفه بكيس نايلون عادي او كيس الألمنيوم، هيكون شكله معانا بالطريقة دي. شايفين هنا حجمه او هو بقى معانا متماسك كيف. بعد كده هنفصله هنبدا في تقطيعه، بس هنشوف الحركة دي بعد ما نطلع معانا فاصل، او ممكن قبل الفاصل نشوف معانا مكونات بيتزا البيض ونرجع لكم. شفتوا معنا مكوناتنا لبيتزا البيض. بيتزا البيض هنشتغله برضو بنفس اللانشون ده، عشان نشوف طريقته هنطلع لفاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظروا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف مع بعض اشتغلنا طريقة اللانشون، لانشون الدجاج البيتي بكل تفاصيله. بعد كده قلنا خطيناه معنا في الثلاجة، ما بيحتاج معنا لا نار ولا فرن ولا أي حاجة. ليه؟ لأنه ده فيه الربط بتاعه بالجيلاتين، فالجيلاتين ما بيحتاج معنا حاجة. أول ما تخطيه في الشوربة وهي دافية بعد كده خلاص هيكون معنا طبقنا ده مظبوط 100%. هنا طبعا كمان شفنا طريقة بيتزا البيض، حاجة خفيفة كده أو عشوة خفيفة ممكن نعتبرها. فهنا هنشوف، احنا قلنا هنشتغله بنفس
لانسون تبعنا. طبعا ده هنا معنا اللانسون بعد ما طلعناه هيكون شكله بالطريقة دي، شايفين هنا معايا نفس التماسك اللي بتشوفوه برا. بسم الله هنبدأ نقطعه. حابة انه يكون سادة ممكن، شايفين هنا معايا قطعة الزيتون، انا قلت يا اما زيتون يا اما فلفل حب اسود، الاثنين ديل منكهات بيدونا طعم جميل للمرتديلا عموما او لللانسون. ممكن نخليه سادة من غير اي حاجة، بس المهم الحاجة دي قلنا هتدينا نكهة او شكل جميل عموما للمرتديلا. فهنا حنقطع معانا جزء قلنا ليه عشان نشتغل به، وهنا طبقنا لبيتزا البيض. بسم الله هناخد معانا هنا، هنجيب معانا هنا طبعا البيض، نجيب معانا هنا طبقنا، هنا طبعا هنخد معانا شوية زيت، هنعمل معانا بيض عادي بس هنشتغله بالمرتديلا تبعنا دي. هنا هنخلي معانا النار تحمى شوية، بعد كده هنشوف كيف هنشتغله. هنا معايا البيض بسم الله، طبعا البيض عدد الكمية اللي انتي حباها، انا ممكن هنا اشتغله باربع بيضات. هيكون معانا طبعا هنا خبز برضو بدل العجين، هنستبدله بالعيش. هنا معانا بيضنا، هنحط له طبعا مجموعة بسيطة من البهارات، عندنا البابريكا حلوة خالص في البيض، وعندنا كمان هنا معانا من بهارات الدجاج علشان اللانسون، حاجة بسيطة من الملح والفلفل. هنا ممكن نخط معانا من ثوم البودرة، وحنكتفي كده. هنا بيضنا بقى معانا جاهز، هنجيب معانا اللانسون هناخده هنرصه معانا هنا في طوتنا بالطريقة دي. هنا كده بسم الله، هنجيب معانا كمان موزاريلا. برضو هنخدها هنا معانا بالشكل ده. بعد كده هنا هنجيب معانا البيض وهنخده معانا هنا. هنخليه طبعا لحد ما يستوي، بعد كده هنجيب معانا عيشنا وهنحطه، هنغطيه طبعا. هنغطيه هنا معانا كده لحد ما يستوي. يعني شفنا معانا طريقة المرتديلا، من نفس المرتديلا هنشتغل معانا بيتزا البيض. بيتزا البيض بيتزا عادية جدا، او ممكن هو يعتبر بيض عادي جدا، بس هنستبدل العجين بالعيش. يعني هنجيب معانا عيش، عيش التورتيلا العادي، هنخده هنا بس بعد ما شوية يتماسك معانا البيض علشان اول ما نقلبه يدينا الشكل الجميل لللانشون حقنا ده. هنا كمان هنشوف قلنا، شايفين هنا معايا القطع متماسكة. ليه قلنا التماسك ده؟ جانا هنا من الجيلاتين، 3 و4 ملاعق على شوربة دافية. بعد كده ما هتحتاجي ولا نار ولا أي حاجة، هنا بالطريقة دي.
عندنا كمان احنا قلنا ممكن نشتغله مرة ثانية اللي هو المرتديلا برضو البيتية اللي بدون لحم ولا دجاج ولا أي حاجة. دي طبعا عندها خطوات كثيرة، هتحتاج معاك نار مدة ساعة أو ساعتين. ليه؟ لأنه ما فيها رابط غير الدقيق. طبعا الدقيق هنا لحد ما يستوي معاك تماما فحياخد معانا زمن. انت هتعمليه كيف؟ هتجي معاك كل المكونات، طبعا بتكون معاك في الخلاط، هتجي معاك الخلاط هتخطي فيه 4 بيضات، يعني التماسك هيكون معانا من البيض والدقيق، 4 من كل حاجة. عندنا 4 بيضات في الخلاطة، 4 جبن مثلث أو جبن المثلثات، عندنا كمان 4 ملاعق من الدقيق، يعني 4 ملاعق دقيق، 4 بيضات، 4 من الجبن المثلثات. بعد كده هنخط عليهم اللي هو البهارات، كل البهارات المتوفر معاكي. بعد كده هنخلطه في الخلاطة، هتخطيه بعد كده وين؟ هتجيبي معاكي كيس، هنا ما هيكون معانا زي ما احنا هنا خطيناه في علبة بلاستيك. ليه؟ لأنه احنا هنجيب معانا موية على النار، هنخط الموية، موية مغلية بس، هنجيب معانا الخليط ده هنخطه معانا في كيس. بعد كده هنلفه بورق الألمنيوم، هنلفه كويس لحد ما يدينا شكل الاسطوانة. هناخد الكيس ده وهو ملفوف، اهم حاجه تلفيه كذا مره عشان ما يفتح معاكي في النار. هتخطيه، هتغطي حلتك مده ساعه او ساعتين، بعد كده هتفتحي معاكي الحله، هتخليه يبرد معانا حاجه بسيطه، هتدخليه طبعا في الثلاجه، ما هياخد معاكي ليله زي ما قلنا ليله او ليله ونص، هتخليه بس المهم اذا اشتغلتيه الصباح لحد المساء هيكون معاكي جاهز. دي هي المرتديلا اللي بدون لحوم ولا أي حاجة. دي خطواتها شوية تقيلة، ممكن نشتغلها فيما بعد، لكن دي أسهل طريقة لللانشون أو أسهل طريقة للمرتديلا. فهنا زي ما قلنا دهينا شكله معانا، طبعا الزيتون أو الفلفل الأسود حاجة اختيارية. هنا خلينا نشوف معانا بيضنا، ممكن نديه تاني، خلينا نوطي معانا هنا النار، نديه تاني من الموزاريلا هنا، وكمان معانا زيتون، وبعد كده أي خضار أنت حابة، ممكن تضيفي طماطم، ممكن تضيفي أي نوع تاني من الأنواع دي. هنجيب معانا قلنا عيشنا هنخطه معانا هنا بالطريقة دي، وحنغطي عليه تاني لحد ما يستوي. في الفترة دي خلينا نطلع نشوف مكونات ايس كريمنا ونرجع لكم. شفتوا معنا مكوناتنا لإيس كريمنا، علشان نشوف طريقته هنطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظروا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف مع بعض اشتغلنا بيتزا البيض من نفس مكوننا اللي هو اللانشون، يعني اشتغلنا في البداية لانشون أو المرتديلا وشفنا طريقتها بكل الخطوات، بعد كده شلنا منه هو ذاته واشتغلنا معانا بيتزتنا اللي طلعت معانا بالشكل ده. وكمان أحلى حاجة في السندوتشات أو
من اللانشر ممكن نشتغل سندوتشات، حاجات خفيفة كده، عشوات خفيفة من اللانشون. عندها وصفات كثيرة، ممكن تعمليها سلطات زي ما قلنا في البيتزا، ممكن تدخليها في أي حاجة أنت حابة. زي كمان الصينية امبارح اللي احنا استغلناها، صينية التوست برضو كانت بالمرتديلا. كمان شفنا مع بعض طريقة إسكريمنا اللي هو إسكريم باسكن روبنز. إسكريم غالي جداً أنتوا بتمشوا تشتروه من برا، مع أنه هو مكوناته بسيطة وممكن أنت تشتغليها في البيت. مكونات أنا ممكن أقول معاكم البدايل، إذا أنتوا ما كانت الحاجة دي متوفرة ببديل تاني ممكن تشتغليه على طول. هنشوف معنا طريقته. هنجيب هنا معنا خلاطنا، هنخد فيه شنو؟ هنخد هنا معنا القسطة، هنا القسطة، هنخد معنا قسطة. طبعا الكمية حقت القسطة حسب الكمية اللي انتي حابة تعملي بها الاسكريم. انا هنا معايا علبتين من القسطة، تمام. هنا قسطتنا، ما كان متوفر معاك القسطة هتشتغليها بحليب سائل مثلج. معاك حليب سائل مثلج هتشتغليه بنفس الطريقة، طريقة الكريمة البيضة، هتعمليه وحتخفقيه خالص في العجان أو بالمضرب الكهربائي، هتخليه على جنبه. هنا هتاخدي منه مقدار كوبايتين وتشتغليه على طول، يعني يا إما علبتين من القسطة يا إما كوبايتين من الكريمة، كريمة الخفق، تمام. دي هنا معانا حاجة. الحاجة الثانية عندنا الجبن، جبن المثلثات، هيدينا طبعا القوام الثقيل للايسكريم. ما كان متوفر ممكن نستغنى عنه. هنا هنخطه معانا في طبقنا ده، قلنا ما كان متوفر ممكن تستغني عنه نهائيا وتتقلي معاكي في الكريمة. بعد كده عندنا مكون أساسي اللي هو الحليب المكثف، الحليب المكثف الجاهز أو الحليب المكثف البيتي زي ما انتي حابة أو زي ما متوفر معاكي. حليب المكثف البيتي اشتغلناه كثير قبل كده، قلنا هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن كوباية من حليب البودرة وكوباية من سكر البودرة أو السكر العادي، ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة، الزيت لا. بعد كده ربع كوباية من الموية الساخنة، الموية الساخنة ساخنة ساخنة يعني. بعد كده هنا هنخلطه كويس في الخلاط، هنخطه معانا في علبة قزاز في الثلاجة، هتقعد معانا مدة أسبوع لأسبوعين بس. ليه؟ لأنه ما فيها مواد حافظة. بعد كده معانا ظرف دريم ويب، هنا دي هنا كمان اختيارية، ممكن نستغنى عنها خالص إذا كنتي اشتغلتي بيه كريمة الطبخ، ممكن كريمة الطبخ، كريمة الخفق، إذا اشتغلتي بها حتستغني عنه نهائيا. بعد كده عندنا شنو؟ هنا هنكتفي كده خلاص، دي هنا مكوناتنا، حليب مكثف وعندنا علبتين من القسطة، ظرف دريم ويب والجبن المثلثات. هنمشي نخلط كل مكوناتنا دي مع بعض كويس. خلطنا كل مكوناتنا بالطريقة دي، هنشوف كيف هنشتغله. يلا بعد كده الحاجة اللي انت عايزة تخطي فيها دي حاجة بترجع لك انت ست البيت، حابة يكون معاك العلب، علب الايس كريم، او ممكن كمان على فكرة نفس الكاسة دي، نفس الكاسات دي اللي احنا استغلنا بيها اللانشون، ممكن تخطي معاك هنا الايس كريم بالطريقة دي، يعني تشيلي معاكي من المكسرات من البسكويت،
احنا هنا خدتنا معنا مجموعة من البسكويت، بسكويت الشوكولاتة العادي جدا، اي نوع من انواع المكسرات ممكن تحطيها معك. هنا حنخد معنا في القاع، هنا حنخد معنا مجموعة من البسكويت هنا بالطريقة دي، ده هنا معنا بسكويتنا. حنضيف له هنا صوص كراميل، الايس كريم باسكن روبنز معروف، يا اما صوص الكراميل او صوص التوفي. هنا هو ايس كريم عادي بس حالاته في الكراميل او التوفي بيكون طبعا بكميه كبيره، وكمان فيه مجموعه من البسكويت او مجموعه من المكسرات. بعد كده حنجيب معانا خليطنا، هنا شايفين طريقته سهلة وبسيطة ومكلف، هنا لما تمشي تشتريه أسعاره صراحة خيالية على سنو، عملية في البيت والكمية بتكون معاكي أكبر من اللي أنت بتشتريه من برا. يعني أنت ممكن تشتري كوباية صغيرة بسعر فلاني، سعر خرافي يعني، علشان كده عمليه بالطريقة دي، عمليه في الكاسات زي ما أنت حابة. هنا بعد كده هناخد معانا كده من الخليط، وتاني هناخد معانا هنا من صوصنا، هنخد معانا بالطريقة دي كده، شايفين هنا معايا شكله كده، فهنكتفي بالشكل ده. وبعد كده هترفعيه معاكي، طبعا الحاجة دي علشان تاكليها كويس لازم تكون عاملاها من ليله، يعني حيقعد معاكي ليله كامله في الثلاجه. تمام، هنا شكله معايا بالطريقه دي، وبعد كده حندخله معنا الفريزر، قلنا حيقعد معانا ليله كامله علشان تقدري تاكليه. هنا معايا شكله بعد ما طلع معايا من الفريزر، طبعا انا خليته معايا مده ليله. بعد كده التزيين زي ما انتي حابة، احنا هنا ممكن نديه تزيين بالكراميل بالشكل ده، او اي صوص من انواع الصوصات الحلوة المتوفرة معاكي. هناخده هنا هنزينه معنا بالمكسرات الحلوة دي اللي بيحبوها الاطفال، هنا في الشكل ده هناخده هنا كده. ده كان معنا ايس كريمنا، ايس كريم الصيف بارد بالشكل ده. هنا كان معنا ايس كريم باسكن روبنز. دي كانت حلقتنا الليلة، ان شاء الله يا رب نالت رضاكم. اشتغلت فيها معاكم اول حاجة المرتديلا، قلنا المرتديلا مرتديلا او اللانشون دجاج البيتي بكل خطواته، من الحاجات السهلة اللي ما بتحتاج معانا لفرن، ليه لفرن ولا نار ولا اي حاجة، لانه احنا قلنا انا هنا استخدمت الجيلاتين الحلال خدتيناه هنا معانا، فده حاجة مسموحة جدا للاغذية عموما، فاشتغلناه بطريقة الجيلاتين. في طريقة تانية قلنا حنشتغلها فيما بعد إن شاء الله. من نفس اللانشون عملنا معانا بيتزا البيض بطريقة بسيطة كده، خدتيناه بالعيش، قلنا العيش كان بديل للدقيق أو المعجنات. بعد كده من نفس اللانشون برضو شفنا كيف طريقة هنا معانا سندوتشات بسيطة كده، ممكن تشتغليها باللانشون، تخدي بعد كده الصوصات أي نوع صوصات أنت كنتي حابة. اخر حاجه كان معانا حاجه بارده كده ومنعشه، استغلنا معانا ايس كريم باسكن روبنز خدتيناه، ففي كل الخطوات، وشفنا كمان معانا البدايل للحاجه اللي ممكن ما تكون متوفره معاكي في البيت. دي كانت وصفاتنا لليله، ان شاء الله يا رب نالت رضاكم، جربوها ان شاء الله تعجبكم، وانا استنوني في حلقه ثانيه ان شاء الله. اخليكم في امان.